السلام عليكم خوتي الاعزاء، الناس اللي باقا ما اشتركوش في قناه جوفوت بريس كليم دعمونا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما حتى ماشي فيديو يوصل عندكم نتوما الاولين. كما شفنا خوتي الروبيو يعني مسموم هذا السيد هذا، فدائما خاصو اي كلمه خاصو يجبد المغرب. يعني سولوا المقدم برنامج على التصرف اللي دار مدرب تونسي ديال الوداد البيضاوي، فهو مشى لموضوع اخر خاصو يجبد المغرب، فتونسي ما خاصوش يجبد تونس حيت هما تونس صحاب الساعه هادي. فداك الشيء علاش ما خاصوش يهضر على المدرب التونسي، خاصو يهضر على المغرب. المهم بنادم ميكروب ما عندنا ما نديرو ليه، واصلا يعني راكم عارفين روبيو ما عارفينش واش من اب تركي ولا فرنسي، الله اعلم الحقيقه كي دايره. المهم انه الهضره ديالو تتبين لك داكشي اللي لداخل عنده، وهما مرضهم المغرب ومرضهم القجع، داكشي علاش يبقاو يهضروا بحال هكا تيبردوا على راسهم. فاحنا ما مسوقينش ليهم، الحمد لله عايشين حياتنا وغاديين بخير. واخا الوداد خسرات راه ملي غتجيو ان شاء الله المغرب خاص المدرب، وما غاديش المهم لا بقى المدرب هذا النفطي، غادي يكون لعب اخر ان شاء الله. فالوداد مشاو المدرب، ما نقولش الوداد، المدرب مشى انه يلعب على التعادل. داكشي علاش ربحتو صدفه صاحبي، ربحتو صدفه وباقي نشحلو فمكم. ودابا هضرين بحال شبيبه القبائل ما عرفتش شنو دارت، كانت محيحه في الملعب ولاعبه ماتش مخير، هما كره وحده كورنر راه يعني كرة ثابتة تقدر تسجل تقدر ما تسجلش، هادي تسجلات. وفي 5 دقائق مور الهدف الوداد قمعاتهم، يعني داروا بزاف ديال الفرص الوداد، ولكن ديك الساعة تيكون الضغط ما ترجع في النتيجة. أما كون الوداد لعبات من الأول هذاك اللعب اللي لعبات، وهذيك 5 دقائق مور ما تسجل علينا الهدف، كرة عطيناها مسلخة ديال العصا. ولكن إن شاء الله المباراة يعني باقي إن شاء الله ملي تجيو عندنا إن شاء الله في المباراة اللي غتكون في المغرب وفي كازابلانكا إن شاء الله غادي نعطيوكم طريحة باش نطفيوكم مزيان. خوتي الاعزاء تبارك الله عليكم، خليوا الاراء ديالكم على هذه الهضره اللي قال الروبيو ولد تركيا ولا ما عرفتش فرنسا، المهم ما عرفناش بالضبط ولد من. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، السلام عليكم.